مساء الخير، هذه هي المحاضرة 14 من تاريخ لبنان الاقتصادي الاجتماعي الحديث والمعاصر، والتي سنركز فيها على المرحلة التي ستمتد من العام 1958 حتى العام 1975، وفيها سنناقش العوامل الدولية والإقليمية والمحلية أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، والتي ستساهم في توجه لبنان نحو الحرب الأهلية اللبنانية. وهذه الحرب ستدوم من العام 1975 إلى العام 1990. طبعاً على الصعيد الدولي تمثلت هذه المرحلة بتوزع النفوذ بالدرجة الأولى ما بين قوتين، واحدة دولية هي الولايات المتحدة، وواحدة إقليمية ذات بعد دولي هي مصر، بحكم أن مصر في ظل جمال عبد الناصر كانت تلعب دوراً كبيراً على الساحة الدولية، بحكم أنها من الدول المؤسسة لدول عدم الانحياز من جهة، وبحكم أنها كانت تمثل أو كانت قائدة العالم الثالث آنذاك وحركات التحرر في ذلك الوقت. وقد ترجم توزع النفوذ هذا في لبنان بين رئيس للجمهورية هو فؤاد شهاب، كان مدعوماً من الأمريكيين وله اتصالات قوية بالأمريكيين، وما بين رشيد كرامي الآتي من عائلة معروفة بعلاقاتها الوطيدة مع سوريا، ومن هناك مرت العلاقة مع جمال عبد الناصر بحكم أنه كان لثلاث سنوات رئيساً للجمهورية العربية المتحدة، أي لمصر وسوريا في نفس الوقت. على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي نجد أن هذه المرحلة شهدت أيضاً بروزاً لدور الرأسمال أو البترودولار، وتمثل ذلك ب يعني يوسف بيدس والشركات التي أنشأها هذا الرجل الأعمال الفلسطيني الأرثوذكسي ذو الميول القومية العربية، وعلاقاته الوطيدة مع الكويت بالدرجة الأولى، وبعد ذلك مع مشيخات وملوك الخليج، وعبر هذه العلاقات استطاع أن يستجلب الفائض من العائدات النفطية التي كانت قد تصاعدت بشكل كبير في الخمسينات والستينات، لتوظف أموالها في شركاته وفي مصرفه وهو مصرف إنترا، علماً أن مصرف إنترا كان يمتلك أهم فندق في الشرق الأوسط وهو فندق فينيسيا، وكان يمتلك أيضاً أهم شركة طيران آنذاك وهي شركة الميدل إيست أو شركة طيران الشرق الأوسط، إضافة إلى شركة شحن جوي هي TMA Trans Mediterranean Airlines. فهذه الشركات مثلت توظيفاً لرأسمال البترودولار الذي بدأ ينافس الرأسمال التقليدي القائم على العلاقة مع فرنسا. وهنا يعني ظهر التنافس أيضاً ما بين فريق من الرأسماليين متحلق حول رئيس الجمهورية هو فؤاد شهاب، وفريق آخر من الرأسماليين قد يكون أقرب ل الزعامة السنية المتمثل بالبترودولار، وكان أبرز هؤلاء هو رجل الأعمال يوسف بيدس، ولكنه لم يكن لوحده لأنه كان هنالك العديد من الشركات التي أسسها فلسطينيون ارتبطت حظوظهم بالعلاقة مع مشيخات الخليج ودول الخليج، مثل شركة خطيب علمي وسي سي سي ومثلا دار الهندسة وغيرها من الشركات، شركة أبيلا مثلا وغيرها من الشركات. تمثلت هذه المرحلة أيضا بطفرة بالقطاع المصرفي، حيث ازداد عدد المصارف من 7 في العام 47 إلى ما يضاهل 94 مصرفا في منتصف الستينات، وكان هذا يشكل تضخما كبيرا في عدد المصارف، وتضخما بالقطاع المصرفي وقطاع الخدمات وقطاع الفنادق على حساب القطاعات المنتجة
التي كانت قد أهملت من قبل دولة الانتداب ومن ثم دولة الاستقلال الأولى في ظل بشار الخوري ومن بعده في ظل كميل شمعون، ولم تأتي الإجراءات التي قام بها فؤاد شهاب آنذاك لتساهم في المساعدة على التخفيف من حدة الاستقطاب. يعني فؤاد شهاب حاول أن يقيم مشاريع لتنمية الريف نتيجة نزوح الكثيف للريف إلى المدينة بنتيجة حالة الاستقطاب وأهمال الزراعة التي كان يعتاج منها نحو 60% من الشعب اللبناني ومن العائلات اللبنانية. هذا في ظل غياب قطاع صناعي يستطيع أن يستوعب اليد العاملة المهاجرة من الريف إلى المدينة، فتكدس أهل الريف في أحزمة بؤس حول المدن كان أبرزها حول مدينة بيروت، وهنا ظهرت مثلا أحزمة البؤس في النبعة والكارنتينا والمسلخ وبالدرجة الأولى حول مخيمات الفلسطينية. كنا ناقشنا في المحاضرة السابقة كيف أن الفلسطينيين شكلوا فئتين، قسموا إلى فئتين، فئة الطبقة الوسطى والطبقة الثرية التي تم تجنيسها، وبذلك تحول الفلسطينيون في المخيمات إلى الفقراء المدقعين بالفقر الذين يتم استغلالهم من قبل الرأسمالي اللبناني أو الفلسطيني، يعني الرأسمالي في لبنان، وذلك من أجل تخفيف أكلاف الإنتاج. من هنا نجد أن نزوح الريف إلى المدينة جعل الكثيرين من هؤلاء الفقراء اللبنانيين يأتون إلى المخيمات للعيش في المخيمات، خصوصا أن هذه المخيمات في كثير من الأحيان كانت قد أقيمت بجوار مناطق صناعية، يعني مثلا مثل منطقة تل الزعتر حيث كانت تزدهر فيها صناعات النسيج، أو مثلا منطقة كفرشيمة، يعني لم يكن هنالك مخيمات ولكن معروف أن كفرشيمة كانت منطقة صناعية وكان يعمل فيها كثير من غير اللبنانيين، أو مناطق أخرى. وهذا الذي جعل المخيمات الفلسطينية لا تقتصر على الفلسطينيين فقط، بل إنها جمعت الفقراء الفلسطينيين والفقراء اللبنانيين، وهذا سيكون له تأثير كبير جدا على مسار الأحداث لاحقا. ستشهد مرحلة منتصف الستينات تحولات جذرية على صعيد الساحة الدولية، لجهة الانقلاب الذي جرى في الاتحاد السوفيتي مستبدلا خروتشوف بثلاثي بريجنيف كوسيجين معهم سوسلوف، وبالمقابل فإن الولايات المتحدة كانت قد شهدت انطلاقة لمشروع المحافظين الجدد مع اغتيال جون كينيدي في الحادثة الشهيرة التي جرت في دالاس في 22 تشرين الثاني 1963، ومن بعدها تبوأ السلطة نائبه ليندون جونسون الذي شكل انطلاقة مشروع النيوليبرالية في الولايات المتحدة التي كانت تشكل عودة عن كل الإصلاحات التي قام بها جون مينر كينز لجهة ضبط السوق، التداول الحر بالسوق وإقامة الأنتي تراست لوز وضمان عدم تكرار حالات الكساد التي أدت إلى أزمة العام 1929 والتي ساهمت بدرجة كبيرة بالحرب العالمية الثانية. من هنا فقد أدى تبوء ليندون جونسون للسلطة في الولايات المتحدة إلى هجوم شنته الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم على القوى التي كانت تصنف نفسها أنها مستقلة أو تحاول أن لا تكون تابعة لا للاتحاد السوفيتي وكتلة الدول الاشتراكية ولا للولايات المتحدة والكتلة الغربية، وهذا ساهم بدرجة كبيرة بإسقاط أنظمة مثل بنبلة في الجزائر، نيكروما، سيكوتوري، موديبو كيتا وغيرهم، ومحاصرة الثورة العالمية والتي تمثلت في النهاية باغتيال تشي غيفارا في بوليفيا. حاولت الولايات المتحدة ضرب مصر عبر دعم انقلاب داخل مصر ودعم الإخوان المسلمين، ولكن المؤامرة كشفت. هنا دعمت الولايات المتحدة
قيام إسرائيل بعدوان على مصر وسوريا والأردن، وبموجب يعني كانت حرب الأيام الستة في العام 67، والتي انتهت باحتلال إسرائيل لسيناء وللضفة الغربية وللجولان المحتل. بنتيجة هذه الضربة تراجع نفوذ جمال عبد الناصر الذي دخل في حرب الاستنزاف، يعني ولكن نفوذه تعرض لهزة، وانعكس ذلك على قدرته على فرض إرادته على الكثير من الساحة. ولكن في نفس الوقت كان عبد الناصر قد وطد العزم على يعني عدم القبول بنتائج الهزيمة، وهنا بدأ بدعم المقاومة الفلسطينية. بالتوازي مع ذلك، يعني كانت المقاومة الفلسطينية قد بدأت تنتشر بالدرجة الأولى في الأردن، ولكن كان لها تواجد في مخيمات الفلسطينية في لبنان، وكان لهذا التواجد بعدان، بعد النضال الوطني من جهة، ولكن كان هنالك أيضا بعد النضال الطبقي، إذ أن هؤلاء الفلسطينيين ومعهم اللبنانيون الذين كانوا قد تماهوا معهم بالمصلحة، وجدوا أن لديهم الآن سلاح يمكن أن يستندوا عليه للمطالبة بحقوقهم. وكانت هذه يعني مرحلة الستينات مرحلة طفرة في اليسار، وخصوصا في النصف الثاني من الستينات، فدخلت الكثير من الأفكار الثورية إلى أذهان هؤلاء الفدائيين وإلى أذهان الكثير من اللبنانيين الذين انضموا في هذه التنظيمات الفلسطينية، أو انضموا إلى أحزاب ذات طابع لا طائفي مثل الحزب الشيوعي، الحزب السوري القومي الاجتماعي، الأحزاب الناصرية التي نشأت وأبرزها المرابطون، مثل مثلا تنظيمات أخرى، وهذه كلها ستساهم في صعود تيار جديد على الساحة اللبنانية، هو التيار اليساري، والذي سيصبح مهيمنا على حساب التيارات التقليدية إلى حد كبير، خصوصا فيما كان يصنف على أنه خارج الساحة المسيحية بين مزدوجين، أو تحديدا الساحة الإسلامية. ترافق هذا مع صعود أيضا لنفوذ الرأسمال المرتبط بالبترودولار، والذي كان أساسه الكثير من الأغنياء السنة، وانعكس هذا مثلا بالرياضة، عندما استطاع مثلا نادي النجمي لأول مرة كسر احتكار سيطرة الأندية بين مزدوجين المسيحية على بطولة الدوري اللبناني، وفاز بالبطولة، وكان ذلك في العام 72 و 74 على ما أعتقد، وتمثل هذا ب يعني كسر يعني لرمزية سياسية كسرت احتكارا للأندية ذات بين مزدوجين الطابع المسيحي، في ظل التركيبة الطائفية التي نعرفها في لبنان. هنا ستساهم هذه الحالة، أو ستترافق مع بدء دخول لبنان بطور الركود الاقتصادي نتيجة عدة عوامل. أولها التشوه البنيوي في الاقتصاد اللبناني واعتماده بالدرجة الأولى على قطاع المصارف، هذا من جهة. من جهة ثانية التشوه بالبنى الاجتماعية الناتجة عن تشوه البنى الاقتصادية ونزوح الكثيف من الريف إلى المدينة، عدا عن حالة الاستقطاب وامتلاك بضع عائلات لعدد كبير، يعني معظم الشركات المرتبطة برأس مال أجنبي، وامتلاك الشركات الأجنبية لمعظم القطاعات الاقتصادية اللبنانية. هنا يعني كان الاقتصاد اللبناني قد بدأ يدخل بطور الأزمة بدءا من العام 1965، وتمثل ذلك بتراجع نسب النمو وتراجع مراكمة رأس المال وغيرها، وكانت العلامة الأولى في هذه الأزمة هي إفلاس بنك أنترا وشركات أنترا ليوسف بيدس، وهرب يوسف بيدس خارج لبنان، ووفاته بعد عامين من ذلك التاريخ، يعني في العام 1962 يقال بالسرطان، وهنالك تساؤلات حول ظروف وفاته. وهنا جاء روجيه تمرز
لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني وربطه مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية عبر البنك المركزي اللبناني. هذا أدى إلى مزيد من حالة الاستقطاب التي تمثلت بصعود نفوذ المقاومة الفلسطينية بشلل النظام السياسي الطائفي عن استيعاب التناقضات فيه، والتي ترافقت أيضا مع ما جرى من هزيمة وآثار الهزيمة وصراع بين مصر من جهة والأطراف العربية الداعمة لها والولايات المتحدة والغربيين وحلفائهم من جهة أخرى. وكانت العمليات الفدائية قد انطلقت من الأردن ومن لبنان، ولكن في لبنان يعني أدت العمليات الفدائية إلى أعمال أو هجمات إسرائيلية. في نفس الوقت كان اليمين اللبناني المتمثل بأحزاب ثلاثة، هي حزب الكتائب، حزب الوطنيين الأحرار، والكتلة الوطنية، يخشون من تصاعد المقاومة الفلسطينية لأنها كانت تشكل بالنسبة لهم دعامة لليسار اللبناني الذي يحاول تغيير الصيغة الطائفية في لبنان ويطالب بدولة مدنية، هذا من ناحية. وكانت أيضا يعني جزء من المقاومة الفلسطينية المتمثل بفتح كان يدعم الزعامات التقليدية المسلمة التي كانت قد بدأت تطالب بحصة أكبر من النظام اللبناني. تمثل هذا بحادثة الاعتداء الإسرائيلي الشهيرة على مطار بيروت، والتي أدت إلى استقالة الحكومة وإلى التظاهرات وإلى 6 أشهر من الفراغ الدستوري، والتي انتهت بوساطة مصرية لتنظيم العمل الفدائي في لبنان وحصره بمنطقة العرقوب، وكان اتفاق القاهرة في العام 69. بقي الحال على ما هو عليه حتى وفاة عبد الناصر في العام 1970، وبعد وفاته ستشهد الساحة العربية تحولات جذرية سيكون لها أثر على لبنان والتوازنات فيه. في هذا الوقت كانت السياسة اللبنانية التقليدية منقسمة بين فريقين، مسيحي يتمثل برئيس الجمهورية على رأس السلطة التنفيذية ويدعمه حزب الكتائب الذي أراد أن يكون حزب للسلطة آنذاك، واستفاد من السلطة لتوسيع دائرة تأييد له، وحزب الوطني الأحرار بزعامة الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون الذي سيكون الزعيم المسيحي الأبرز في مواجهة رئيس الجمهورية فؤاد شهاب، والكتلة الوطنية على رأسها ريمون إدي التي كانت تمثل أيضا برجوازية مدينية متمركزة في بيروت ولكن تلقى تأييدا من بعض الدوائر الريفية وخصوصا في منطقة جبيل. وفي مقابل ذلك كانت هنالك أحزاب ستطرح نفسها على الساحة على رأسها كمال جنبلاط الذي بات يشكل الحليف الأبرز لمصر والاتحاد السوفيتي في لبنان، ومعه بعض الأحزاب اليسارية التي انضوت تحت لوائه والتي ستشكل فيما بعد الحركة الوطنية بعد العام 69، وأيضا ستبرز زعامة رئيس رشيد كرامي كزعامة تقليدية، ومعها آل سلام في بيروت، ومعها البزري وبعض العائلات الشيعية التقليدية مثل آل الأسعد وحميدي وعسيران والخليل وغيرها. ولكن الأحزاب المسيحية هذه التي يعني وجدت في هزيمة 67 إضعافا لنفوذ جمال عبد الناصر، وجدت الفرصة مؤاتية لكسر المعادلة التي قامت منذ العام 58، فاجتمع بيير جميل وكميل شمعون وريمون إدي في جبهة واحدة سميت بالحلف الثلاثي، وخاضت الانتخابات ضد العهد وفازت بالكثير من المقاعد في مواجهة التيار الشهابي. وقد اعتبر هذا تحضيرا للحرب الأهلية. في المقابل فأن أحزاب
اليسار نمت بشكل كبير، أكان ذلك على صعيد الحزب السوري القومي الاجتماعي على الرغم من الانقلاب الذي خاضه أو محاولة الانقلاب الفاشلة التي خاضها ضد فؤاد شهاب في العام 61، أو الحزب الشيوعي أو الأحزاب الناصرية التي نمت بشكل كبير في بيروت وطرابلس وصور، وترافق ذلك مع ازدياد في حدة الاستقطاب في الاقتصاد اللبناني وإفقار للريف ونزوح كثيف للريف إلى المدينة، وهذا سيلقي بظله على الانتخابات التي ستجري في العام 1972. لقد شكلت انتخابات العام 1972 علامة فارقة في تاريخ لبنان، إذ أن هذه الانتخابات ستظهر حجم التحول الاجتماعي الاقتصادي الكبير الذي طرأ على البلاد، والذي أدى إلى خروج نخب جديدة تتحدى النظام الطائفي القائم الذي يمثل مصالح البرجوازية التجارية الميركنتالية، ويطالب بعدالة توزيع للثروة من جهة وبإقامة دولة مدنية من جهة أخرى. وشكلت نتائج هذه الانتخابات يعني نوع من مؤشر على هذا التحول، إذ أن طرابلس شهدت فوز الدكتور عبد المجيد الرافعي واختراقه للائحة التي يقودها رئيس الوزراء السابق رشيد كرامي، وصور شهدت أيضا فوز للدكتور علي الخليل من خارج نادي العائلات التقليدية في تلك المدينة، ولكن كانت النتائج الأبرز في بيروت، إذ أن لائحة رئيس الوزراء صائب سلام شهدت اختراق عدد من المرشحين للائحته، من ضمنهم عثمان الدنا، من ضمنهم زكي مزبودي، ولكن الأبرز كان اختراق النائب الشاب نجاح وكيم للائحة صائب سلام منفردا، وإسقاطه ل أحد رموز العائلات التقليدية البرجوازية البيروتية نسيم مجدلاني الذي كان مترشحا على لائحة صائب سلام. لماذا كانت هذه أبرز النتائج يعني ولها دلالاتها؟ لأن الدكتور عبد المجيد الرافعي يعتبر ابنا للطبقة الوسطى العليا upper middle class، وكان قد درس بسويسرا وهو ينتمي إلى عائلة موسرة، أيضا هذا كان حال الدكتور علي الخليل، وبالتالي كان الاختراق الذي مثله هؤلاء هو اختراق للطبقة البرجوازية من أبناء المدن، يعني الطبقة الوسطى بالدرجة الأولى من أبناء المدن للعائلات التقليدية والطبقة البرجوازية العليا الـ upper middle class. أما بالنسبة لحالة نجاح وكيم فهو أتى من ضيعة نائية هي البربارة، وهو ينتمي إلى عائلة فقيرة، لم يكن يعرف المدينة قبل ترشحه عن مقعد نيابي فيها، يعني كان قد انتسب إلى جامعة بيروت العربية التي أسسها جمال عبد الناصر في بيروت، وكان نجاح وكيم ناصري الهوى وانتمى إلى أحدى التنظيمات الناصرية، ولكن في نفس الوقت فإنه لم يكن يعرف المدينة إلا لماما. فبالتالي أن يأتي ابن هذا الريف النازح، يعني كنا تحدثنا عن الريف النازح إلى المدينة، أن يأتي أحد أبناء هذا الريف وأبوه يعني كان مدرسا في علي، وأن يفوز عن مقعد في العاصمة في مواجهة لائحة رئيس الوزراء، وأن يأخذ ضعفي أصوات رئيس الوزراء آنذاك، هي تمثل الحالة الاجتماعية التي عبر عنها فوز نجاح وكيم. فبالتالي هذا كان يمثل، يعني هذه النتائج كانت تمثل اختراقا لنادي النخب التقليدية المهيمنة على النظام اللبناني، وكان هذا يهدد مصالح هذه النخبة ومن خلفها مصالح الطبقة البرجوازية التجارية المهيمنة على البلاد. بالتوازي مع ذلك كانت المقاومة الفلسطينية بعد نكبة
أيلول الأسود التي تعرضت لها على يد الملك حسين في الأردن. وهنالك الكثير الذي يقال عن أسباب هذه الأحداث، منها من يتهم الملك حسين بالتعامل مع إسرائيل، ومنها ما يتهم زعيم المقاومة الفلسطينية الذي أصبح رئيسا للجنتها التنفيذية ياسر عرفات في العام 69 وزعيم حركة فتح، بأنه كان له اتصالات مع الأمريكيين عبر نائبه آنذاك أبو حسن سلامي، وكان قد عرض عليهم مسألة الوطن البديل، وهو ما ذكره كتاب الجاسوس الطيب The Good Spy. ويمكن العودة أيضا إلى كتاب مهم جدا لمحمد دلبح بعنوان 60 عاما من الخداع. بعد أشهر قليلة على الانتخابات النيابية التي جرت في نيسان من العام 72 والتي تحدثنا عن نتائجها وآثارها، حدثت حادثة مركزية في بردان، عندما قام الكوماندوس الإسرائيلي باغتيال 3 قياديين في حركة فتح ومنظمة التحرير، هم كمال ناصر وكمال أدوان وأبو يوسف النجار. وهنالك يعني علامات استفهام حول أسباب الاغتيال، يعني منها ما يشير إلى أعمال انتقامية إسرائيلية بحق قادة منظمة التحرير، ولكن منها ما يشير إلى صراع داخل منظمة التحرير ومحاولة التخلص من هؤلاء القادة الذين كانوا يعارضون أي سلام وتسوية مع إسرائيل. وهذا كان يعني استبق مبادرة ياسر عرفات في العام 1974 حين تحدث أمام الأمم المتحدة معلنا أنه يحمل البندقية بيد وغصن الزيتون بيد، فلا تسقط غصن الزيتون من يدي، هكذا قال أمام الأمم المتحدة. يقال إن القادة 3 كانوا يعارضون هذا المسار التسووي، ولكن بنتيجة هذه الحادثة يعني اغتيال القادة، قامت مظاهرات في بيروت تندد بالسلطات اللبنانية وعجزها عن الذود والدفاع عن لبنان، ونتج عن ذلك أيضا أحداث يعني حرب بين الفدائيين الفلسطينيين والتنظيمات اللبنانية المساندة للفدائيين الفلسطينيين والجيش اللبناني، وكان ذلك في ربيع العام 1973. وهنا تدخلت مصر وتدخلت سوريا لوقف هذه الأحداث، لأنهما كانتا تحضران لحرب تشرين التحريرية في تشرين أول أكتوبر 1973. بعد يعني في 6 تشرين أول أكتوبر 1973 ستشن القوات المصرية والسورية هجوما منسقا على جبهتين ضد إسرائيل بهدف تحرير الأراضي التي احتلت في العام 1967. وقد ساند معظم العرب القوتين المذكورتين إن كان بالسلاح أو بالموقف السياسي، ولكن النتائج الميدانية العسكرية والنتائج السياسية لم تكن بمستوى التوقعات، ولكنها يعني دامت المعارك حتى ربيع العام 1974 خصوصا على الجبهة السورية، بالوقت الذي تم فصل القوات بين مصر وإسرائيل، واعتبر ذلك أول خطوة من قبل مصر نحو سلام منفرد مع إسرائيل. انعكس هذا خلافا مصريا سوريا على السياسة الإقليمية والسياسة العربية، وهذا أدى إلى تنافس بين سوريا ومصر على الساحة اللبنانية. هنا مصر كانت بقيادة السادات بعد وفاة جمال عبد الناصر دعمت كمال جنبلاط والحركة الوطنية وأيضا المقاومة الفلسطينية، وفي نفس الوقت كان العراق يدعم بعض الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أما سوريا فكانت تخشى من حالة لا استقرار في لبنان أن تؤثر على الاستقرار في سوريا. مجمل هذه العناصر إضافة إلى
الأزمات الاقتصادية الاجتماعية المتفجرة، إضافة إلى حالة الاستقطاب في الثروة في لبنان وحالة الاستقطاب الاجتماعية ونزوح الريف الكثيف إلى المدينة، وهذا كله سيساهم في خلق الظروف المناسبة أو الملائمة المؤدية إلى الحرب الأهلية. في هذا الوقت كان الرأسمال الاغترابي الشيعي قد صعد منذ الخمسينات وبات يطالب بحصة له في النظام السياسي. هنا يمكن أن نفهم ظاهرة الإمام موسى الصدر الذي تحدث عن الحرمان. هنا الحرمان لم يكن فقط الحرمان بالنسبة لفئات ريفية فقيرة، ولكن هو حرمان طائفة بأكملها من حق التمثيل السياسي في نظام طائفي. في العام 69 تم الاعتراف بهذه الحالة الشيعية عبر اعتراف الدولة إصداري مرسوم بتأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وهذا أعطى كيانا منفصلا للشيعية السياسية عن السنية السياسية. هذا التحول هو الذي سيؤثر أيضا على مجريات الأحداث خلال الحرب الأهلية اللبنانية لإعادة تشكيل النظام الطائفي اللبناني من نظام ثنائي بايبولر مسيحي إسلامي إلى نظام يستند إلى ثلاثة أعمدة: مسيحي، سني، شيعي، مع لعب الدروز دور بيضة القبان.